عادة من بعد هذه الأجواء والمناسبات، كيف تقضون باقي الأوقات؟ كيف تقضون مثلا جدول العيد الخاص فيكم؟ احنا ناخذ العيد بريك يمكن من كل شيء. ايه يعني دائما ناخذ حق القراءة، لان احنا وايد نحب نقرا، فما ساعات طول السنه ما نلاقي وقت نقرا فيه، فوقت العيد دائما ناخذه استرخاء. زين، شو الاشياء اللي تقرون فيها يعني عشان تنمون عندكم موهبه قراءه وتحليل الاشخاص؟ في كتب معينه يعني ولا بشكل عام؟ كل المجالات يعني. حلو. وهاجر؟ يعني نحب نقرا، نروح السينما، هالاجواء. تتشاركون نفس الهوايات يعني؟ ايه. كل شيء نفس الشيء تقريبا يعني. يعني الدرجات تختلف، مثلا هي شوي عصبيه اكثر مني، او فيها صفه الاستعجال اكثر مني. زين. انا شوي اكون يعني اخذ القرارات بحذر اكثر. زين، هل جربتوا مره من المرات ان كل وحده تحلل الثانيه؟ بالضبط. بس ولا كان صعب بعدين؟ بنتهاوش اذا كل وحده حللت. يبتعدون عن الموضوع، بس شوفي دليل على ان هاجر اكبر من ساره، شوفي تقول لك هي تاخذ الامور، هذا من دليل حكمه، لان هي اكبر عنها بخمس دقائق يعني، فهي فارق.